معاكم مرة تانية بعد الفاصل، وحضرنا لكم ثلاثة أنسات جميلات بتفاصيل جدا رائعة. ما لمست إبداع دي صراحة، دي حاجة أكبر من كده كتير، ده إبداع حقيقي ملتزم بالتفاصيل وبالجمال اللي بينعكس حتى في مظهرهم اللي الليلة جونا به من خلال حلقة صباحات سودانية. اليوم حيكون ختامنا مسك معاهم، حنتعرف أكثر على دالي محمد الأصفر يليق بك. صباح الخير. صباح الأنوار يا قلبي. معك الحاجات الجميلة دي، وكمان مزن سليمان. أهلا وسهلا. صباح الورد. صباح البنفسج. أهلا وسهلا. وسلمى الهادي محمد، الألوان الرائعة البراقة دي كلها. تقريبا كلكم شغالين بالدمور. أيوة. في القصة دي لكن ملون، ده هنا ملون. التحدي أيوة. بشكل مختلف. الشغل ده تبع ديبا براند. ديبا حبيبتي. ديبا براند. صباح الخير عليها لو بتحضرنا الليله. شكرا لها. هنلاقي بكره يا ديبا. وكمان ساره جاك اخذ ما ننساها. اي اكيد. التوب تبعها هي. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. لا يعني جد رائع. والتحدي زي ما قلت المره دي انه طلع علينا بالالوان. بالالوان. ايوه. واهم حاجه انها دموري. كانت من ابرز المشاركين معنا في لمسه ابداع. يا سلام. طيب كلمونا عن لمسة إبداع، الناس اللي فاتوا وأنا واحدة منهم، يعني خلونا كده نتغاص شوية ونعرف أنتوا الفاتنا شنو الليلة يا داليا. فاتي كتير شديد والله. طيب شديد فعليا. لمسة إبداع كان اللي هو برنامج متكامل. حبينا ندعم إنه الشباب اللي هو بدل إنه الشغل بتاع إنه يعني فكرة البازارات، حبينا بس نوسعها شوية اوكي باسلوب يعني بروفيشنال شويه. فتكلمنا يعني جبنا شغل حلو عرضناه. جميل. شغل متميز جدا كان، يعني كان في شغل بتاع جلود رائع، شغل خشبي، في لوحات تشكيليه روعه جدا. تمنى على شغل اليد اكثر من شغل اكثر من اي حاجه. حلو. فالشغل بتاع اكسسوارات كان جميل جدا كويس. فبجد كان شغل متميز. والشباب اللي كان معانا المشاركين كلهم فكان شغله حلو شديد. جميل. يمكن داليا هسه مخبيه لنا الحاجه دي. ايوه. نشوف معاك يا داليا يعني جزء من الحاجات اللي كانت موجوده في معرضكم في لمسه ابداع، كلمينا اكثر. طيب الحاجات اللي كانت معروضه فعليا كانت مميزه جدا. حاجات فخمه جدا. وتليق على المراه السودانيه والرجل السوداني. نفس بالحداثه العصريه وبالتقاليد الزمان. تراث زمان والتقاليد الموجوده زمان. فكان عندنا حاجات متنوعة شديد صراحة. أنا واحدة من الناس اتبهرت من الشغل ما أكذب. وده كان أول يمكن تحدي لك في أنك تنظمي. أيوة. معرض زي ده كان أول تحدي. لكن صراحة يعني لو التيم معي ما كان خطوة ولا خطوة لك قدام. يا سلام. يعني الشكر الجزيل لهم التيم الكامل، فهم بالنسبة لي كانوا سند فعليا، هم اللي خدتوا معي الفكرة على أرض الواقع. يا سلام. سلمى دي أول تجربة لك؟ بالنسبة للبازار فعلا كان أول تجربة لي. بس كانت أحلى تجربة لينا كلنا كتيم. الحمد لله طلعت لنا حاجة ما كنا متوقعينها صراحة. من أحلى البازارات ومن أحلى الإيفنتات، وكل الناس يعني أثنت عليها. الحمد لله لينا نشكر كل الناس اللي ساهمت معانا بجد. يعني كلنا تعبنا كلنا اجتهدنا. الحمد لله طلعنا حاجة بيشيل دايرينه أكتر زيادة يعني. الحمد لله. طبعا العادي إنه تكون المرأة دائما في البازارات، لكن أيوة. المرة دي يمكن برضو كان في شباب. كان في شباب موجودين. أيوة. وأقبلوا على الحاجة دي يمكن على الأعمال الجندية. يعني كان فكرتنا إنه نساعد الشباب اللي عندهم مهنة في يدهم بس ما عارفين كيف يزوروها للسوق، أو من ناحية تانية إنهم ما عارفين يساعدوا نفسهم كيف. فقصدنا الحتات دي في شباب وشابات، ما فرزنا بين بنت وولد. الحمد لله. ومنهم كانوا نساء كبار في السن برضو عندهم مهنة في يدهم وما عارفين يزوروها للناس. أبرز الحاجات اللي عكسوها الشباب يعني كانوا بيصنعوها وعرضوها في المعرض كانت شنو؟ كان شغل الجلد، الخشب، الخيش، يعني دي كان كلها حاجات يعني من بلدنا وما بالجمال ده. مواد متاحة يعني. أي مواد متاحة جدا يعني، والناس يعني احتمال ما تفكر فيها كثير لكن لما من جوا انبهروا بها. الحمد لله كانت حاجات حلوة جدا. انتوا اعلنتوا عن البازار 200 يعني قبل كم؟ والله احنا قبل البازار تقريبا شهر كامل احنا بنجهز فيه بنحضر فيه. اما الاعلان فعليا نزل في السوشيال ميديا وفي التلفزيون وكده قبال البازار باسبوع تقريبا. ف
فكان الوقت ضيق جدا بالنسبة للإعلان، لكن الحمد لله يعني غطينا تغطية جميلة جدا يعني، وجونا ناس مشاركين بأكثر ما كنا بنتوقع احنا. ده أول بازار لكم يا داليا؟ أيوة أول بازار لنا كتيم كلمسة إبداع. أيوة إبداع. كتيم لمسة إبداع. كل واحد فينا عنده خبرة في تنظيمات أخرى مع مجالات أخرى، لكن كتيم فعلياً إنه أول بازار لنا، بعدين تيم مكتمل تماماً. شنو المعوقات الأولى لكم أنتوا كبنات؟ يمكن تلميتوا كل واحدة جاي بخلفية مختلفة، كل واحدة جات من خبرة بتاعت شغل، أي نعم هي في نفس المجال لكن في حتات تانية، قدرتوا كيف تتفقوا كلكم وتطلعوا بالبازار ده بشكل مرتب وبشكل منسق زي ما نحن شفنا؟ احنا ما عندنا علاقة في شغلنا ببعض. أنا اكسسوري، دكتورة سلمة هير ستروك، توريد شفايف، هي أصلا ده شغلها. دكتور مزن بشرة. أيوة. فكل زول فينا مختلف تماما. جميل. لما قعدنا مع بعض إنه يا أخي طب إحنا ليه ما نعمل حاجة نقدر ننفع الحاجات دي كلها، بدل إنه أنت تمشي لأخصائية في عيادة وتدفع الحاجة الفلانية عشان تقابليها، إحنا نعمل لك الحاجة دي فور فري، يعني تجي عندنا وتقابليها وتشوف بشرتك وتديك الخلطة المناسبة معها بأقل الأسعار. والإقبال كان كيف على الحاجة؟ كان ما شاء الله تبارك الله، يعني إحنا ما متوقعين صراحة، ما متوقعين الإقبال، ما متوقعين الحضور ذاته جاء، ما متوقعين كمية الزباين اللي سمعوا وصلوا. فكانت حاجة بالنسبة لنا، رغم الإعلام بتاعنا كان زمن ضيق جدا، يعني إحنا لحقنا عملنا حلقات تلفزيونية، لحقنا عملنا إعلام تغطية عامة، سوشيال ميديا عموما، إعلام حتى بوسترات، فكان الإعلام بالنسبة لنا زمن ضيق لكن قدرنا نغطيه. اللوكيشن كان مساعد برضو؟ أكيد اللوكيشن كان في خرطوم 2 بيت التراث جنب بارادايس يعني، فكان لوكيشن ضابط شديد صراحة وسمح شديد، فكان بالنسبة للناس كلها معروفة. شرق أوزان، خلاص شرق أوزان الناس كلها عارفة أوزان. فكان لعبتنا الأولى إن الكونشن بتاعنا يكون ظابط ويكون معروف للناس كلها. طيب عارفين على أبرز الحاجات الموجودة على الطاولة، الألوان الكثيرة، تفاصيل، إكسسوارات؟ طيب بالنسبة للألوان الكثيرة زي ما أنت شايفة هنا، الألوان دايما الناس بتحس السمر ما بيجي معهم الألوان الزاهية، بالعكس السمر هي الناس اللي بتجي مع الألوان الزاهية، فهي بتفتح لونها تخليها نظرة صراحة. دي الحاجة أنا شايفها في وجهة نظري. الحاجة دي اختيار الألوان الزاهية علمتني لها أستاذ الشريهان الله يديها الصحة والعافية، هي أصغر أكبر مني شوية لكن يعني هي اللي علمتني شغل الإكسسوري. بالنسبة للشغل السوداني عندي الحاجة دي، ده محلب، محلب سوداني، فدي ما متواجدة في الأسواق، ما في زول اللي ابتكرها، ده علمتني له أستاذ لمياء إبراهيم برضو الله يديها الصحة والعافية، هي الحاجة دي أول زولة تشتغلي في السودان، يعني أتشرف جدا إن أنا أكون تلميذة أو تلميذة أستاذ الشريهان، فهي اللي ورثتني الحاجة دي إنه أنا أقدر أشتغل حاجة مختلفة تماما وفكرة مختلفة تماما عن الناس. زي ما أنت شايفة هنا عندنا الجنيه السوداني الهلالي بتاع جرتي بتاع المناسبات، انتشر يمكن بعد الثورة، بعد ما علاء كانت لابسفة بقى برا كتير. أيوة يعني أيوة. فالحاجة دي دايما العرسات هسه نسوا العادات بتاعت البلد، نسوا الحاجات دي، فإحنا جبنا لهم بأشكال أحدث إن أنت تقدر تلبسيه وأنت مرتاحة وما تحسي حاجة قديمة أو حاجة موضتها منتهية. طيب السؤال المعتاد اللي كل واحدة حتكون عاوزة تمشي البازار أو لمحل فيه اكسسوارات وفيه عدد من الخدمات حتسأل سؤال مهم جدا، هو إنه الأسعار كيف بالنسبة للبازار؟ يعني هل أنتوا كنتوا راضين على الأسعار؟ هل شفتوا في الناس اللي كانت تشتري منكم رضا إن هم مبسوطين بالحاجة اللي بيشتروها في نفس الوقت دافعين ثمنها اللي بتستحقه؟ طيب أقول لك، أنت مهما كانت الحاجة غالية بس هي تكون فريدة من نوعها وهي جميلة فعليا ما حتستخسر على روح تقلش فيها مهما كان، دي وجهة نظري أنا. غلاوته. أيوة يدوغك حلاوته. فبعد ده كله إحنا كانت ميزة البازار حقنا إنه كانت حاجاته مخفضة، أحسن ماتيريال، أحسن تصاميم، أحسن شغل، غير كده كانوا موجودين معانا يعني بيزنس وومن أستاذة سارة جاك دي شغلها عالميا. بعدين إحنا بازارنا كان يعني قاصد إنه يرجع للناس الفاشن ديزاينر الكبار الصيغة من أول وجديد، إنه السودان قادر يرتب حاجات. أي بازار بيدعمل كان بيكون جايد، كان بيكون ما مرتب، ما بده الزول الموجود قيمته، ما بده أهميته. فأستاذ سارة جاك يعني فعليا
احنا قدرنا نعيد لها اذا هي ولا استاذه ديبا براند. ديبا شغلها عالمي، تشتغل طبعا. شغل عالمي طبعا. وانت وصل عليك الكلام ده يعني كده. فديبا احنا قدرنا نوصل لها انه في السودان في ناس قادره تعرف مكانتك وقيمتك وتخطك عليها. فهي بتستاهل الحاجه دي لانه شغلها فعليا بيستاهل وهي بتدعب عليه. نفس الكلام استاذ سارجال، يعني زولا شغلها زي ما انت شايفه الدكتوره سلمى شغل ممتاز جدا، وبعدين بالدموريه يعني حاجات بلدنا ما جديده، فليه ما تلقى تقييم عندنا وانه احنا نقدر نغيم ونظهر حاجات على اكمل وجه. الخطوة الجاية متين؟ يعني في ناس فاتهم البازار ده زي حالاتي كده، البازار الجاي إن شاء الله متين عشان نلقاكم؟ صراحة إحنا مطالبين من النسوة عموما إنه نعمل لهم بازار خاص. أنا مطالباكم. فحنعمل بازار خاص بالنساء. فئات معينة. الإيفنت الجاي حيكون بازار خاص بالنساء. البازار ده فاتهم فعايزين في أسرع وقت إنه إحنا نجهز لهم. أبرز الحاجات اللي حنشوفها في البازار الجاي، أنا عزمت نفسي من هسي. أيوة. والله موجهين بازار مختلف. أفكارنا يعني في كم حتة كده. هم حتى فيها مديهن عرض الأزياء زي السوداني، سواء توب سواء اللبسة سواء اكسسوري، هتكون في مفاجآت كثيرة جدا إن شاء الله. ما تحكوا لهم عشان ما يشعر مفاجآت. طبعا زعلانة نحن كتيم، طبعا كتيم ما مكتمل يعني، معانا أستاذ قاسم، معانا وليد، معانا أستاذ إحسان ويس، دل برضو من أعضاء التيم، حاليا ما قدروا يكونوا معانا الليلة في الحلقة. كويس يعني بجد اشتغلوا شغل حلو شديد. يا سلام. كويس لازم يعني نثني عليهم برضو، كان شغلهم مكتمل بدونهم كان الشغل اصلا ما اكتمل. أيوه. وفي لسه شباب تانين يمكن ما معانا في الهيكل الاداري بس لكن كانوا معانا كتيم ساعدونا جدا، كيلو، احمد، رولا، لمين، يعني رولا، ما كن نسينا حد. ان شاء الله يا رب نلتقيهم في ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه بشكركم كلكم. استاذ احسان اضيف لك نقطه، استاذ احسان برضه ميك اب ارتست. ايوه كانت موجوده معنا ودعمانا جدا في الشغل ده، حتى اشتغلت شغل اشتغلت تراث سوداني، لبست عروس سودانيه، وكان عندنا فقره يمنيه فكانت من خلالنا توسغت وترسلت لليمن، وحاليا موجودة في كل اليوتيوب في كل السوشيال ميديا. يا سلام. فكانت دعمي بصراحة نحن ذاتنا بقى هاي اللي هنا فإنه نوصل الحاجة دي من خلال السودان. فعندنا بنتهم مشاركة معنا يمنية اسمها سلمى، عملت لوحة بين السودان واليمن. يا سلام. لا المرأة السودانية في الزي السوداني التوب وكده والأهرام السودانية وزيهم السوداني اللي هو النقاب وكده زيهم اليمني. فكانت عملت لنا لوحة وهدتها لنا للشغل ده، فكان موجود معانا السفير اليمني، ما بعرف القنصل اليمني، الناس دي كلها كانت موجودة. الشغل كان جميل شديد وفاتك علاقاتنا باليمن فاتني شديد، وإن شاء الله أنا زي ما قلت لكم حطب عليكم كده المرة الجاية إن شاء الله. ورونا الموعد وشرونا الزمن إن شاء الله من خلال صباحات هنعمل دعوة لكل السيدات الجميلات التي يبحثن عن الجمال، وطبعا السادة الشباب برضو اللي بيفتشوا على الأناقة حتكون ضالتهم إن شاء الله لبسة لمسة إبداع ولبسة حلوة وأنيقة كده إن شاء الله لكل الناس اللي حيمشوا هناك ويكسبوا كمان ودكم معرفتكم ويشوفوا الإبداع ده على أرض الواقع. أنا بشكركم جزيل الشكر. داليا تألقتي اليوم بالأصفر، محمد عوض، وأيضا مزن سليمان دكتورة، وأيضا سلمى الهادي، شكرا جزيلا لكم نورتونا بالجد، وإن شاء الله ما يكون ده آخر يعني لقاء بيناتنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا.